بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. في العراق كثر أتمنى الجميع أن يحدثك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحية لك أخي الفاضل وتحية للشيخ الزغبي محمد و اسمحوا لي أنا بصراحة يعني منذ زمن أحاول أن أتصل بكم ولا أستطيع، والآن قدر الله عز وجل. يا إخوة تفضل. أنا من بغداد. نعم. أناديكم من بغداد، من ذا أصابك يا بغداد بالعين، ألست قد كنت يوما قرة العين؟ الله أكبر. أنا أناديكم من العراق يا خليلي، هل في مصر عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها؟ يا شيخ محمد، أنا كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة، قالوا لو نفد من أهل الإسلام من ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد بأي إنسان ينقذنا. حملت نساؤنا سفاحا في السجون، قتل أهل السنة ومحمدا ونبيا، حرقت اللحى يا شيخ، وضع في أدبار الشيوخ، طلب مني أن أحكي نكتة على أمي عائشة وعلى أبي أبي بكر، فأبيت فبصقوا في وجهي، فوضع النجاسة على لحيتي، انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا وإسلاما. حملت نساؤنا دفاعا، حملت انقذوا أهل السنة، انقذوا أطفال أهل السنة، جعلونا في الشوارع، حرقونا لأنك في عمر وبكر وعثمان، وما لنا من أصحاب رسول الله ونحن في السجون. قالوا احكي لنا نكتة عن عائشة، قلنا لا، فقطعوا أصابعنا وقلعوا أظافرنا. يا شيخ إني أحملك أمانة، اللهم اشهد إني بلغت، رأيت فتاة تختصب وتقول والله أنا باكر، والله أنا حافظ القرآن، ثم قالت تنادي من يذهب إلى رسول الله ويقول عز الرجال عز الرجال، عرض رسول الله ينتاك يا شيخ، اسمع بلغتك وانا لا زالت احرام الحرق على مكان حساس في جسمي، لاني فقط ابني اسمه عمر وبنتي اسمها عائشة، لقد حرقوا طفلا في الفرن ووضعوا عليه البصل لان اسمه عمر، عمره 3 سنوات، وقدموه لابيه. ماذا؟ اللهم اشهد، اللهم انقذنا. هل من مغيث؟ أما من معتصم يغيث؟ أما من ابن تيمية وأم